صباح الخير هدير، صباح الخير مصطفى، صباح الخير يا لين. متهيألي الحر يعني مكمل معانا، موجة حارة مكملة معانا. مظبوط يا هدير، في ارتفاع عن امبارح في القاهرة بحوالي درجتين. امبارح القاهرة سجلت 36، النهاردة بتسجل 38، بعد بكرة هتكون 39. الله. أجواء حارة جدا على شهر 6 الحقيقة. ولكن بداية من يوم الأحد هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من 4 ل 6 درجات، فالجو هيبقى ألطف بشوية عن الأيام دي. يا مسهل الحال. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وسعر البيع والشراء. هنبتدي مع الدولار الأمريكي، وسعر البيع سجل 18.72، أما الشراء فسجل 18.64. اليورو البيع سجل 20 جنيه و8 قروش، والشراء سجل 19.99. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.46، أما الشراء فسجل 23.35. الفرنك السويسري البيع سجل 19.14، والشراء سجل 19 جنيه و6 قروش. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 4.99، أما الشراء فسجل 4.97. الدينار الكويتي البيع سجل 61.11، والشراء سجل 61.84. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.09، والشراء سجل 5.07. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 862 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1005 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1148 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8040 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وهيكون في نشاط للرياح بالليل في أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.